نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم جلسة الحوار المجتمعي 11 بقرية دار السلام مركز طامية لسماع ومناقشة اقتراحات المواطنين بشأن الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شهدت جلسة الحوار تعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة وما تقدمه المبادرة ومراقبة المشروعات بعد تنفيذ، والتعريف بمظلة الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين. بنتشرف بالسادة الحضور، بنقول لكل القائمين على حياة كريمة أو على المشروعات اللي السيد الرئيس متبناها، فعلا فعلا انتم نزلتوا للقرى، نزلتوا للنجوع، حسيتوا فعلا بالمواطن المحتاج كده، المساعدات فعلا بتصل للمستحقينها. فعلا كل الشكر للقيادات السياسية والقيادات التنفيذية. أحب أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفكرة بتاع حياة كريمة. جيت النهاردة عشان أشرح وأتكلم عن المشاكل اللي موجودة في القرية، ماشي. وبالنسبة للوضع بتاع حياة كريمة موضوع كويس.